عبد الرحمن؟ جايبنا حفلة الميد نايت ليه؟ عايزين نروح عندهم. مال؟ انت خايف؟ اه طبعا خايف. هكذب؟ اللي انا فهمته من محمود نصر ان في ضباط من عندهم في الجهاز هيبقوا معايا هناك، ودول ضباط ضباط مش زي محمود نصر خالص يعني، وانا هبقى معاهم بطولي. ما تخافش، احنا هنكون جنبك، اول ما تحتاجنا هتلاقينا حواليك. اهم حاجه انك تهدى وتكون جاهز للي انت هتلاقيه هناك، وانا هدربك على المهمه اللي انت هتتكلف بيها. يلا اطلع اتفرج على الفيلم. على فكره فيلم حلو، انا اتفرجت عليه. فيلم ايه؟ طب ما انت رزقك في رجليك هو اقرب. الناس بعتوا يجيبوا العميل اللي انت مشغال عليه وهم يزوروا المكان. التحدي الكبير اللي قدامي دلوقتي يا فندم ان انا لازم اجهز عبد الرحمن في اسرع وقت ممكن، لان المعلومه اللي عندنا ان محمود نصر بلغوا انه ممكن يسافر في اي لحظه. عبد الرحمن عميلك بقاله اكتر من سنه، يعني عميل مش جديد ومش محتاج تدريب كامل. الولد ده يا فندم من ساعه ما جالنا وعرض انه يشتغل معانا بعد ما عرف حقيقه الجماعه وألعبها، واحنا بنجهزه لحاجه محدده انه يقرب من محمود نصر عشان يعرف الخطط المكلف بيها. وما اتطورناش معاه في التدريبات لاكتر من كده، يعني ما يقدرش يعامل ضابط مخابرات او يخش مكان يصوره ويجيب معلومات، عشان كده انا لازم اجهزه في اقرب وقت ممكن. خد بالك ان عبد الرحمن ده فطرته سليمه ومشاعره هي اللي بتحركه، علشان كده ما قدرش يستحمل طريقه الجماعه اللي اتربى فيها لما عرف انه شويه نصابين طلبوا منه ينصب على شباب من سنه. اوعى تضغط عليه، ممكن ما يستحملش. تقريبا هو ده اللي احنا مستنيينه. طب بعد اذنك يا سيد حسام، شوف لنا نقطه احسن من دي شويه، انا رايح مشوار وراجع. ريكاردو هو الراهب؟ يعني كان بين ايديا وطار؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.